هل دي ثقة؟ يعني طبعا مش هقول زي ده، ولكن هي ثقة في محلها أكيد في النفس، أن يسمي كتبه في النحو في الصرف الكافية والشافية وكأنها يعني ما فيش حد تاني هو يتأكد أن ما فيش حد تاني هيصل إلى هذه المرتبة في العلم؟ كثير من المشايخ في هذا المجال اللي بيسمي الكتب دي التلامذة، واخد بالك؟ يعني مين اللي سمى الكافية كافية، أو هو سماها ليه؟ الطلبة أطلقوا عليها كده، قروها وبعدين انبهروا بيها، وبعدين قالوا إيه ده، دي كفاية كده، مش عايزين فطلعت عليها الكافية وهو قال الكافية. كثير لما يقرأ الشافية دي بتيجي منين؟ إن أنا خطر في ذهني سؤال وبعدين أروح أبحث عنه فما لقاهوش في الكتاب الأولاني ولا التاني وما لقيه في الكتاب التالت، وبعدين سؤال تاني فما لقيهوش إلا هنا، سؤال تالت وما لقوش إلا هنا، أقول الله دي شافية لكل الأسئلة اللي هي محيراني أو اللي هي بتخطر في ذهني، فبسميها شافية. من التكرار، تكرار المواقف نجد الإجابة من تكرار الإنقاذ. الإنقاذ يعني هو أنقذني مرة والتانية والتالتة لغاية ما قلت عليه ده الله دي شافية.